أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون سلاحي المليع. عارف كرتون بوكيمون؟ اه اتفرجت عليه زمان. حافظ الأغنية بتاعته؟ لا من زمان أوي. تعرفي كرتون بوكيمون؟ اتفرجتي عليه قبل كده ولا؟ وأنا صغيرة. ايه أكتر حاجة فاكراها منه؟ لا كنت فاكرة بس شخصية بيكاتشو، إن أنا كان عندي أصلا دباديب كتير منها كنت بحبه قوي. بس كنت بحاول أقلده في الجري والتنطيط بتاعه بس. فاكرة لعبة كرتون بوكيمون؟ اه فاكراها بس مش قوي صراحة. بتتفرجي عليه؟ ممكن بس انا والله فعلا ذاكرتي ضعيفه فمش فاكره. كرتون بوكيمون او اتفرجت عليه؟ اه طبعا وبلعبها من زمان جدا جدا وكنت بستلذ بيها بامانه. بوكيمون بوكيمون من فضلك ساعدني ولا حررني. مش عارفه حررني اسمي بوكيمون سافعل على ان اللعبه دي هي السبب في الانقلاب، وان حد كان داخل يدور على البوكيمون جوه القصر الرئاسي. لا خالص، ده بيقولوا ان هم مجموعه ارهابيين وكانوا جايبينها برده على التلفزيون، بيقولوا ان هو عادي حدث ارهابي مش لعبه خالص. بص انا شايف ان الكلام ده اساسا ناس مجانين ما عندهمش رؤية سياسية. لا اللي حصل في تركيا لازم نعترف ان في مجموعة من الانقلابيين من القوات المسلحة عندهم او من العسكر كانوا عايزين يخلوا بنظام الحق، بس للأسف كان هناك الشعب التركي عنده وعي سياسي. لو احنا كان عندنا الوعي السياسي ده في 30/6 كان زماننا النهاردة ما تلاقيش حد من العسكر ويقول ان هم بيصرفوا على الشعب المصري من 2011. لا تعليق، بجد لا تعليق. أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون سلاحي المليع.